هاي جايز، اول يوم في العطلة الصيفية، وين نجو؟ يعني اكيد ما فيش الا البحر يعني. فاليوم حيكون كافي فلوج بس على البحر. صراحة المكان هذا اول مرة نجي انا. لا تاني مرة. انتي تاني مرة، انا عن نفسي اول مرة. لا تاني مرة، صح 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 تذكرت، تاني مرة بس أول مرة السنة هذه. جيت السنة، مش السنة اللي فاتت، السنة اللي قبلها، بس السنة هذه أول مرة. بس لكن والله الأجواء تجنن والطقس يهبل، وتو بس نزل نستنى الطلب. شكرا. أنا طلبت آيس كريم، وفطوم اختي طلبت اورنج، عصير برتقال، علشان هي لبسه برتقالي جاي على بالها تشرب عصير برتقال. شوفوا تقييم، تو حنجرب الايس كريم. عارفه الستوبري طلبنا واحده فراوله واحده فانيليا. فراولة فيها توت مش فراولة، رهيب قسم قاعدة عالية وأبيض هذا. الإطلالة من هنا تجنن. أهم حاجة الصراحة في المكان الإطلالة، فالكافي هذا إطلالة تهب قريبة يعني، بعد شوي إن شاء الله حننزل البحر. ريحتها زوينة، لازم عجبك الكريب؟ يعني مش طالع صوت يعني قاعدة تاكلي يعني مش لا عجبني أنا. عارف أنا في العادة ما ناكلش فيه الكريب نهائي، بس هذا صراحة متاع حلو.
طعمته ريحته أول ما حطه فانيليا شوكولاتة سمحة حبيته. The next day, the next day, the next day. اليوم عيد ميلادي، حبيت السنة هذه أني نشارك جزء من عيد ميلاد في قناتي على اليوتيوب. كان خاطري نلبس فستان لونه أصفر، وسبحان الله لما وصلت الكافي لقيت عندهم كيكة لونها أصفر، فهنا أختي قالت لي خلاص ناخد الكيكة الصفرة علشان تطلع حلوة نفس لون الفستان. كان عندها نظرة مستقبلية للموضوع، وهنا البنت اللي في الكافي شافت إن عيد ميلادي قالت لي نحط لك موسيقى، قلت لها أوكي حطي ليش لا. وصراحة كان يوم بسيط وحلو. Happy 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 birthday, this day is just for you. I wish you a happy birthday and a bunch of gifts or two. لا والله طعمته جد، بعدنا زمان من زمان مسيبين الحلويات. اختيارات ماشية حياتي. The next day, the next day, the next day. تقريبا عنوان الفيديو هذا كافي فلوج، بس الصراحة اليوم كان الجو يجنن، درجة الحرارة 19، فقلت لازم اني نطلع اليوم هذا. فوالله ما كنتش مخططة لليوم ولا اي حاجة، مجرد اني طلعت، ولما طلعت شفت ارابيكا قلت خلاص. هنا طلبنا ايس كريم كافيه، صراحة احلى حاجة في الايس كريم هذا ما فيهش نسبة سكر واجد، كريمي اكثر شيء وخفيف، يعني ما تحسش انك كليت حاجة حلوة. وبس والله بالنسبة لي انا الطلعة تعتمد صراحة على الطقس، لو الطقس حلو نطلع ونغير جو مهما كان، ولو الطقس مش حلو ما نطلعش. فبس كليت الايس كريم وتمشيت، وبعدين بس يعني هذا كان في اليوم عبارة عن تمشينا وكلينا ايس كريم وبس. اليوم المود اني نلبس اصفر. هذا اللي مدمر.
طلبت آيس تي وأنا حبيت نجرب نوع قهوة جديد. أوكي، تقريبا هذا اليوم الرابع أو الخامس في الفلوج. جينا اليوم المول الجديد هذا، إن شاء الله حنزل فيديو بروحه لأن المول يجنن. صوتي شوية واخدة برد معلش، نجوى كرم. مهم، طلبت نوع كافي جديد. والله طبيعي.